للمطايا. كيف لو جي واحد يشيل الذاكره حقتك الحين ويخرجها في المحجر ويحنيها يرسل له ديه جوال فلان من فلان ديها ويخرجه ويرمينها بس يقول تعالوا ديه جوال فلان تعالوا كم فيه من صور بنات وتعالوا كم فيه من رسائله وفلانه وفلانه وكلام فصل ويخرج التول هذه في المحجر ديه بس تعالوا كيف هنجو خزيه ومنظره تولى كيف مانع وناخذها من وين وين ما مانعت ولا مانعت يخرج من البيت ابدا وقد ترينا به جمعه كيف حين جاك شكر الله تول الناس جمعه وانت على ذا التعارف وعلى ذا العلم حقك بين ذا الوساخه يا اخي حاول اذا كان معك الامكانيه انك تصلحهم وترشدهم لا مريت واحد فصل في الجوال ولا في الدردشه ولا في ذا المجموعه حقتك حاول انك كنت انسان خيري مفتاح خير لا مفتاح شر اللهم صل على محمد وعلى اله. يجوا الانسان مفتاح خير قلت لكم لا يلعب في ابليس الله المستعان رجال طويل مسبح مربع وذا اعماله يعني فالجوال مخسوف في كل مكان معاه تبع الفسول قلبه قاسي ما فيه لا رهقه لا رحمه لا خشع ولا خشوع لا صلاح ولا شيء يعني وين عباي ان صلاه ومفكر في ذياك الموضوع وان جاء الله المستعان. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاني وكان الشيطان للانسان خذولا وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. نعوذ بالله يوم جي قالوا بدا له من الله ما لم يكن يحتسبون يصل يوم القيامه وهو مسجل اسمه بين الزماهر. قال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان العينان لتزنيان وان الاذنان لتزنيان وان اللسان ليزني وان اليد لتزني وان الرجل لتزني. فزين النظر فزين العينين النظر بعضهم يرك ذيك ذيك على الصور متعين ولا في تحري حتى في الصور هذه في جواله هذه يدخل بها حتى المسجد في بيت الله في الصور خلاعيه ما تليق بانسان مسلم عاد مخليك كم من وحده مفتوشه كم من وحده مخلوسه في جواله وهو يدخل يصلي يصوم يذكر الله وهي في جيبه. لا فزين العينين النظر وزن الاذنين الاستماع السمع عم يركب للسماعات ثناء الله المستعان وزن اللسان الكلام بعضهم بيتكلم بكلام بذي بذي لاخر درجه بيتكلم بكلام بذي وكتبه الله زاني بالكلام حقه. وزن اليد البطش اللمس وزن اليد يعني يسلم على كم من وحده ما هي للشي ولا تقرب له ولا كتبه الله زاني بعد شهر كريم الناس شلوا ليله القدر ذا وهو مسلم على وزن القدم الرجلين المشي يجوا بيمشي المنتديات التعارة ماشي الأماكن الفساد الله المستعان. الإنسان يحاول يفحص جواله قبل ما رجع يجون يفحصوه ولا تموت ذاهن الله وش ضمنك أنك تعيش لما تمسح الصورة ذي في جوالك والخلاعات وش ضمنك ربما تموت رجع يجون يغسلوك فوق ذي والله وخرجوا ذاكرتك ورايوها الناس الله المستعان حتى لعد عليك ستر الله يغطي كل عيبه استر نفسك انت قبل حدري استر قال ستر الله يغطي كل عيب يمكن الله يغفر لك ويتوب عليك يا الله من ستر على مسلم من ستر الله عليه يوم القيامه ها انت استر على نفسك لا عاد تستر على احد غيرك استر على نفسك ومسح فيها الفسول في ذا الليالي الكريمه المباركه وبطل فيها الاعمال خلك انسان واقعي انسان دين انسان متبع للنبي صلى الله عليه وسلم والله ما يسبب لك رزقك ويسبب لك اولادك ويسبب لك كل شيء. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم على هذه الخيرات لا نسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا. يقول لنا فرصها الناس متابعين نسأل الله أن الله يبصرنا بعيوب أنفسنا جميعا ويعيننا على أصلاح أنفسنا جميعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم أنت أمرتنا بدعائك وقلت وقلت الحق وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
مذللين صاغرين. اللهم فإنا ندعوك يا ربنا كما أمرتنا بدعائك وظننت لنا الإجابة وقلت وضعك الحد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم فإنا نسألك يا ربنا أن ترحمنا وترحم من اجتمعنا هاهنا من أجله قربا إذا تضمنتنا بطون لحودنا وغميت بالابن سقوف بيوتنا وارجعنا مساكين على الأيمان في قبورنا وخلفنا فرادى في أضيق المضاجع.